فندق الإقامة عليه كلام كتير جدا في الفترة اللي فاتت، لكن أنا عارف إنه كيروش راضي عن الفندق عشان بقى في حتة لوحده كده بعيد عن دوشة بقى والمعجبين واللي عاوزين يتصوروا مع اللعيبة، واخد جنب كده مع نفسه، فحاسس إن هو عايش حياته براحته مع اللعيبة، بيعرف يقعد معاهم براحته بمنتهى الأريحية، وخاصة كمان إن كيروش من المدربين اللي اعتادوا على المعيشة في أفريقيا في أكتر من مناسبة. شوف، هو الفندق ما هوش الحاجة الفايف ستارز يعني، ولكن في المتطلبات الأساسية، في الخصوصية. احنا عدد الأوض هو عدد اللي في الأوتيل هو عدد الأوض اللي مكفيانا، يعني مفيش أوض زيادة لأي حد خارج البعثة، فمقفول علينا. ففي خصوصية، في أمن، في حتة مفتوحة في اوبن اير، يعني اللعيبة بالفترات ما بين الغداء والعشاء والفطار بيبقوا قاعدين في حتة مفتوحة هواء، يعني بتقلل أي إصابات الله لا قدر بحاجة من الاستاف. الاستاف دلوقتي ربينا عليهم إنهم هيقيموا موجودين، مش هيخرجوا بره الأوتيل، بيتعمل لهم رابيد تيست كل يوم معانا، يعني بحيث ان احنا نحاول نقلل اي احتمالات لحاجه زي كده. في تسهيلات جوه الاوتيل، في حمام سباحه، في ترابيزه بينج بونج، في ترابيزه بلياردو، ففي وقت اللعيبه بتبقى قاعده غير وقت التمرين وغير الوقت المحاضرات. في نفس الوقت الاوتيل يعني احنا اول، يمكن اول ناس ننزل فيه، هو طبعا بعيد شويه عن المكان، عن التمرين. المكان اللي حوالينا ما هياش منطقة، يعني هنقول منطقة فعلا عشوائية، ولكن الاوتيل كويس، وده احنا مش عايزين اكتر من كده. هو نفس مستر كروش قال يعني، لا انا لو شفت ده من الاول كنت هختاره. فالاول طبعا الناس بتتخض يعني، انما في لما بتفكر فيها كده، احنا قعدنا في حاجات كتيره جدا اوحش من كده، وزي ما بقول لك خلاص احنا ما بنفكرش غير في اللي جاي، يعني في الماتش وفي المباراه وفي التمرين، هو ده الاهم حاجه يعني.